السلام عليكم، مرحبا بكم خواتاتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناتكم، قناة يوميات أم ياسمين، وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم غنقدم معكم سيجار معمرين بالكفتة ديال الدجاج والجبن، كيجيو من أروع ما يكون، كيجيو لذاذ ومقرمشين. لنبدأ على بركة الله. عندي بصلة كبيرة مقطعة مربعات صغار، نضيف عليها قليل من الزيت، نضيف 2 فصوص من الثوم، نخلي البصلة تشحر حتى تنزل لينا. نضيف عليها 700 غرام ديال الكفته، نضيف الملح، نضيف بابريكا او تحميره، نضيف سكينجبير او زنجبيل، نضيف الخرطوم او الكركم، نضيف البزار، نضيف قليل من السودانية أو فلفل حار. نمزج الخليط جيدا، نخليو الكفتة طيب حتى تنشف من الماء. نوضع الكفتة والبصلة في واحد الإناء، غنضيف عليه الجبن، ممكن تستعملوا الجبن المثلثات اللي متوفر عندكم. نمزج الخليط مزيان ونوضعه في الجانب حتى يبرد. نستعمل الورقة ديال الفيلو، وعندي الزبدة مدوبة، وعندي الخليط ديال الماء والدقيق باش نقفل به السيجار. نقطع الورقة على 2، ناخذ ورقة واحدة وغادي ندهنها بقليل من الزبدة، دهنها غير بشوية باش ما تقطعش لينا الورقة. بهذه الطريقة غندير الكفتة في الوسط ديال الورقة، غنجمعها من الجوانب بهذه الطريقة. غادي نسدها بالدقيق والماء، كنوضعو غير شوية ماشي بزاف. غندير معكم واحدة أخرى. كنتمنى اخواتاتي ما تنساوش لي لايك، وكنشكركم جزيل الشكر على التعاليق الرائعه اللي كتخليني نزيد نستمر معكم. وكنتمنى اللي ما مشتركش عندي في القناه يدخل يشترك ويضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وعلاش لا تبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء.
هذا هو الشكل. من بعد ما ساليت غادي ندهن لهم الوجه ديالهم بالزبده مذوبه بهذه الطريقه. غنديرهم في الفران على درجه الحراره 220 درجه، نشعل عليهم من الفوق ومن التحت. هذا هو الشكل النهائي، تنقدموا لكم بالصحه والراحه. السيجار معمر بالكفته والجبن كيجيو من اروع ما يكون، كيجيو لذاذ وكيجيو مقرمشين، كيجيو زوينين. كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا في التعليق. بالصحه والراحه ومع السلامه مع فيديو اخر باذن الله.